بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مرحبا بكم متابعين قناه عرب قالوا لينكس، معكم عبد المجيب. اليوم نتكلم عن التيرمينال الطرفيه، كيف اليوم بتعامل تحديدا مع الانبوت والاوتبوت والايرور، كيف نسوي لهم ريدايركت والى اخره. طبعا كل اللي بنتكلم عنه اليوم هو عباره عن توجيه، اوكي، للمخرجات والمدخلات. زين، فانت لو عندك مدخل معين على الطرفيه كيف تقدر تتعامل معه، ولو عندك مخرج كيف تتعامل مع المخرج. يعني المخرج مو مجرد مخرج، انت ممكن تستفيد من المخرج بحاجات ثانيه، انه ممكن تبني عليه بروسيس قادم، ممكن تحتفظ فيه مستند لوك الى اخره. طبعا بغض النظر عن نظارتي كبرت، لان كل مره قلت لكم قبل انا فيديو سابق قديم جدا، كل مره طلع نظاره تكبر، فالظاهر اخر شيء طلع نظارتي الكبر. طيب هلس بشاهي. بالفرنسيه يقولون نفسه تي، اوكي، عشان تعرف بالشاهي تقول لوتي، اوكي، لوتي. في كلمه مشابهه جدا بالاسبانيه لوتي اللي هي كلمه ليتشي، اوكي، ليتشي هذه اللي هي معناتها حليب. فانت ممكن تروح تطلب كافي بالحليب اللي هو كافي لاتيه، فتقول له كافي كون ليتشي، اوكي، كافي كون ليتشي، حلو وحلو. طبعا معليش هذه ثقافتي، اسباني شوي انجليزي، او عكسته، انجليزي شوي اسباني. طيب خلنا ندخل في صلب الموضوع، انا كيف اقدر اتعامل مع المواضيع هذه، انبوت اوتبوت. في عندنا قاعده بسيطه جدا بغيت تحفظها براسك. احنا عندنا انبوت، صح، الانبوت عباره عن مدخل، المدخل داخل من ايش؟ غالبا داخل من الكيبورد، لكن الكيبورد مو هو المكان الوحيد يدخل فيه الانبوت، ممكن تستخدم ملف معين كانبوت للبروسيس معين، لا تقلق راح نشوفه بعد شوي. في عندنا ستاندرد اوتبوت، مخرج عادي، مجرد انك تكتب امر معين يكون مخرج، هذا عباره عن مخرج الامر معين انا حاطه في النظام، راح وجهك يا مجيب يا مدير تعال، اوكي، تمام. هذا عباره عن مخرج او عفوا عن اوتبوت الامر ديت، هذا اوتبوت، ماشي، اوتبوت عادي. في عندنا ايرور، ماشي، فعندنا امر زي مثلا ديت، لو حطيت مثلا ما ادري ايش بصير، اوكي، انفاليد، اوكي، فزي ما انت شايف هذا عباره عن ايرور، ماشي. طبعا هذا مجرد خلاص كذا حطيته فطلع خلاص، ماشي، هذا يسمى ايرور. ليش؟ لانه ايرور، ماشي. فعندنا 0 1 2، ماشي، 0 انبوت 1 اوتبوت 2 ايرور، ماشي. الارقام هذه بنشوف ايش موضوعها بعد شوي. طيب احنا كيف نقدر نتعامل مع الشغل هذه؟ خلونا اول شيء اعتقد عندي شل، اوكي، خل نسوي، طبعا لا تسوي الامر هذا، انا عندي مجلس مشل وحذفته. زين، بنسوي ميك داير تمب تمب شل، زين، عشان نطقطق على الشل هنا، سي دي تمب شل. طبعا هذه فرصه ان نراجع بعض الاوامر اللي تعلمناها بالدرس اللي راح. اي خلاص، زين. طيب الان هذا مكان فاضي، جيت نفذت هذا الامر. طبعا هذا الامر هذا موجود بكل التوزيعات، نفذه عندك باي توزيع راح يشتغل. الامر هذا الغايه منه هو نعطيك هذا المخرج اللي فيه النواه والى اخره. طيب كيف اقدر احتفظ بهذا وليش احتفظ به؟ انت ممكن تحتفظ به لاغراض كثيره، ممكن تحط عندك مستند لوج او ملف لوج سجل راجع لكل عمليه تسويها، ماشي، هذا يستخدم برمجه الشيل سكريبت. طيب انا كيف احتفظ بالمخرج هذا؟ لو كتبت يو نيم اي، العلامه هذه اكبر من فايل دوت تي اكس تي، ايش بيصير؟ الان ما عندنا ملف اسمه فايل دوت تي اكس تي، احنا نفذنا هذا الامر ال اس وقال ما في شيء. لو جيت نفذت ال اس مره ثانيه بتلاحظ انه انشا ملف، انشا ملف وقام وحفظ هذا المخرج داخل هذا الملف، زين، اللي هي مخرج العمليه هذه اللي هو ستاندرد اوتبوت، قام وحفظه هنا، ماشي. طبعا في المكان هذا احنا ممكن نحط شيء، فكروا معي شوي، فكر معي بالدرس، خلي الدرس فكر معي وش ممكن احط هنا. طيب طبعا راح اذكر الكلام هذا باخر الدرس، ايش ممكن احط جنب هذه. طيب اوكي، لو جيت سويت كات فايل دوت تي اكس تي طلع لي الامر هذا اللي انحفظ، اوكي، لاحظ الفرق معي، فرق بصري جدا ممكن تلاحظه. ايش شفت؟ الاول هذا طلع الستاندرد اوتبوت، الامر الثاني ما طلعه، ليش؟ لانه هو سوى له ريدايركت وقام حفظه هنا، ماشي؟ ماشي، هذه طريقة اللي تسوي له ريدايركت. طبعا الانبوت اللي قاعد اكتبه هذا، هذا يو نيم، هذا عبارة عن انبوت، خلاص، ما يحتاج تفكر بشيء زيادة، لكن انت ممكن انك مستقبلا لو حبيت تطور بالشيل سكريبت ممكن انك تستخدم انبوت بطريقة أخرى، وهي طريقة انك تعكس يكون أصغر من وتقوم تحط أمر ثاني هنا أو ملف أو أيا كان، بحيث انه يقوم يجلب منه معلومات ويدخل على البروسيس هذا. فبدل ما انك مثلا تكتب اي هنا ممكن تسوي الشغله هذه وتكتب فايل دوت تي اكس تي، لو كان في فايل دوت تي اكس تي اساسا شيء مناسب تي اكس تي، اوكي، راح ياخذه ويدخله هناك، ماشي، هذا اللي بيصير. زين زين، طيب
طبعا هذه طريقه خطا وانسى موضوعه ماشي. لكن العلامه هذه زي ما قلت لكم العلامه هذه علامه امبورت زين، ممكن تستخدمها بالشيل سكريبتنج وكل تستخدم بعدات كثيره ماشي ماشي اوكي. هذه عرفنا كيف نسوي الحين اوتبوت. لو سويت الحين كات فايل تي اكس تي راح ناخذ السطر هذا. طيب خلونا نركز شوي ونكتب يو نيم يو مثلا او 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 ام زين. هذا طبعا امر يعطيك المشين ماشي. طيب لو جيت سويت يو نيم ام file.txt سويت cat file.txt ظهر عندي هذا. لو جيت سويت uname a file.txt سويت cat، طبعا cat الغرض منه العرض، طلع السطر هذا ركز معي شوي. لو جيت سويت uname m file.txt ايش بصير الحين؟ طلع السطر هذا اوكي. طيب لاحظ انه ايش قاعد يسوي؟ هو قاعد يدخل بيانات ويستبدل، يدخل بيانات ويستبدل. لاحظ انه هنا كان موجود هذا، لما جيت طبقت هذا الامر قام واستبدل طلع هذا صح؟ صح. ليش؟ لان هذا المخرج. طيب لاحظ معي هنا الحين uname a file.txt cat file.txt طلع هذا سطرين. ايش الموضوع؟ الموضوع انه العلامه هذه معناتها الحاق ارفاق، العلامه هذه معناتها استبدال الموجود بالحالي اوكي. فانا الان لما حاب اني احتفظ باليونيم اي لوحدها امسح المحتوى كله اقوم اسوي فايل تي اكس تي كات فايل تي اكس تي. لكن لو حبيت اني ارفق معلومات زياده زي مثلا معلومه الديت اوكي اللي هو التاريخ ارفقها تحت هذه عشان يلا احتفظ بالتاريخ اللي انا سويت فيه العمليه هذه، راح اسوي العلامه هذه اللي هي اكبر من اكبر من فايل تي اكس تي كات فايل تي اكس تي. لاحظ ان طلع عندي سطرين، فانا ممكن احتفظ بعدد لا نهائي من البيانات داخل هذا الملف زي ما شايف يكبر هذا الملف معنا شوي شوي. طيب هذه الفكرة. في عندنا الايرور، الايرور كيف اقدر احتفظ به؟ انا لو سويت يونيم بي طبعا هذه العملية خطأ اللي هي يونيم بي خطأ، كيف اقدر احتفظ فيها؟ لو سويت يونيم بي فايل دوت تي اكس تي وسويت كات فايل دوت تي اكس تي بتلاحظ انه فاضي. ليش؟ لانك ما تقدر تحتفظ بالايرور كذا خطأ، ما تقدر تحتفظ بالايرور. كيف اقدر احتفظ بالايرور؟ قلت لكم قبل شوي انه في هنا شيء نقدر نحطه اوكي. قلت لكم بالبداية في عندنا 0 1 2 0 1 موضوعهم انه الصفر انبوت، الواحد اوتبوت، الاثنين ايرور زين. بتحتفظ بالايرور حط رقم 2 وخلاص انتر. لاحظ انه تعامل معه كانه يتعامل مع الامر هذا يو نيم اي فايل دوت تي اكس تي. لاحظ اوكي ما طلع لي قدامنا اي شيء. نفس الطريقه هذا الامر ما طلع قدامك لا ايرور ولا شيء، بينما لو تحط الطريقه هذه الايرور طلع قدامك لانه ما احتفظ به. طيب انا جيت سويت الشغل هذا سويت كات طلع عندي الايرور انه محفوظ داخل هذا الملف التكست. جميل جميل. طيب عرفنا انه الان نقدر نقول كات عفوا يونيم نفسها بالضبط تساوي هذه يونيم اي فايل دوت تي اكس تي تلقائيا. هذا اذا ما حطيت رقم راح يعتبره ستاندرد اوتبوت ماشي ماشي. لو حطيت رقم طيب ما هو مشكله، بس ما له داعي تحط الرقم كعمليه زي هذه، انت عارف انه راح يطلع منها مخرج عادي. يبقى عندنا تفريق بسيط يخص علامه او يخص نقل عمليه من عمليه الى عمليه. مش قاعد تقول انت؟ قاعد اقول لو عندنا امر زي مثلا امر كات جريب ماشي كات فايل دوت تي اكس تي اوكي، في عندنا امر جريب زين. طبعا جريب فايل دوت بيطلع سالفه طويله خلوها شوي. لو جيت سويت الحين جريب او خل نسوي لس، طبعا هذا الامر الغايه منه هو قراءه الملفات ماشي ماشي. فلو عندك ملف كبير مثلا نفترض انا عندي ملف هذا var log لو جيت سويت cat backman.log ماشي. هذا الامر كبير جدا زي ما انتم شايفين. طبعا ممكن الملف هذا مليان حاجات كثير خاصه بشيء لي انا اوكي تحديث النظام. طيب كيف اقدر انه استخدم input output المخرجين زي بعض؟ طيب انا عندي الحين هذه الامر اللي هو cat باكمان دوت لوج اوكي، ابيه يكون انبوت المدخل ثاني. الامر هذا لس زين هو عباره عن امر لقراءه الملفات سويت باكمان. طبعا احنا تكلمنا بدايه الراحه عن مور زين، راح تبدا تقرا الامر بالطريقه هذه تصفح كانه ملف زين. طيب انت ممكن تسوي نفس الفكره ولكن بطريقه ثانيه، تسوي كات فايل عفوا باكمان دوت لوج بعدين تحط علامه هذه اللي هي البايب. طبعا علامه البايب تكون موجوده غالبا بزر الفي شيفت
في سلاش، فانت حط شيفت مع سلاش ويعطيك هذا اللاعب، بعد تكتب لس. لاحظ انه هنا ايش سوى؟ قام اخذ هذا كانبوت الى لس. طبعا لس هذا الانبوت حقه باكمان دوت لوج، ماشي عادي جدا. ولكن اذا انت حاب تنقل انبوت من عمليه الى عمليه ثانيه، اوكي، يعني عندنا كات الغايه من الاستعراض، اذا حاب تسوي انه الكات هذه اللي طلعت العمليه هذه الكبيره كلها تكون انبوت الى لس، اسوي الشكل هذا. فانا عندي لس، ممكن استخدم طريقه ثانيه، ممكن تسوي هذا انبوت للجريب. فانا حاب اني ابحث عن كلمه زي مثلا مشكله لوكم فيلم كثيره ابجريد، زين، هو راح يبحث عن كلمات ابجريد. فايش سوى؟ قام استخدم المخرجات هذه اوكي كمدخل للعمليه هذه. خلاصه الحديث او قبل ما نخلص الحديث، احنا ممكن نسوي ريدايركت من ايرور اوكي الى ستاندرد اوتبوت. فلو عندك ايرور ممكن تحوله الى ستاندرد اوتبوت، او ممكن تحول ستاندرد اوتبوت الى ايرور. كيف؟ ممكن تسوي عن طريق التحويل بالشكل هذا، عندك كات فايل تي اكس تي اوكي، هذا طبعا احنا ما عندنا فايل تي اكس تي هنا، ولكن على اي حال لو سوينا يونيوم احسن. طبعا احنا عرفنا انه هذا عشان احتفظ بالايرور، لكن انت ممكن تحول الايرور الى ستاندرد اوتبوت بالطريقه هذه. كيف؟ لان راح يحول لك الرقم 2 الى رقم 1. زين زين، طيب جميل جدا. طبعا ال اوكي بالطريقه هذه، عفوا تغلطت كذا، انت تقدر تحول. فانت ممكن تحول الايرور الى اوتبوت عادي، ممكن تحول الاوتبوت اللي هو واحد هذا الى انك تحوله الى ايرور، تتحول العمليه من ايرور من هذا الى ايرور. طبعا الغايه منها هو البرمجه، بعدين ممكن تستخدمه البرمجه بالشيل سكريبت، او ممكن تستخدم الاشياء الثانيه عندك تسوي ريدايركت مثلا الديف نول اوكي مثلا. طبعا حاجات بتكلم عنها مستقبلا باذن الله. خلاصه الحديث انه جميع المخرجات وجميع المدخلات اللي ممكن تتعامل معها بالشيل سكريبت ممكن تتعامل معها اما بالامر هذا الحفظ اوكي، حفظ واستبدال ممكن تتعامل معها بالامر هذا حفظ مع الحاق، ممكن تتعامل مع بالامر هذا للانبوت، والانبوت بشكل عام قلنا انه بالكيبورد، وايضا ممكن تسوي ريدايركت بالطريقه هذه انه تحول العمليه من ايرور الى اوتبوت عادي، وتحول اوتبوت عادي الى ايرور. وايضا ممكن انك تشرب شويه شاي وتتعامل مع البايب بحيث انك تحول عمليه من عمليه عاديه الى انبوت لعمليه اخرى. ماشي ماشي، جرب الاوامر هذه، طقطق عندك بالبيت، شوف الموضوع، راح تفهم اكثر لما نتعمق شوي. شوفكم ان شاء الله في الدرس القادم، والى اللقاء.